محتوى البرنامج التالي من أفكار وآراء نابعة من المعدي ومقدمي البرنامج ولا علاقة لراديو سوريالي بها. 6 سنين بعين الحاسدين من وقت ما قرر هالشعب الحزين يغير الواقع ويثور عالطاغين. 6 سنين من وقت ما طلعت هتافات الحرية والكرامة والعيش الكريم، من وقت ما فاق هالشعب وبلش يقول لأ. 6 سنين ولهلأ في ناس استسلموا، في ناس لسه مستمرين، ناس تسلحوا، ناس ضلوا سلميين، ناس خسروا وناس طلعوا مستفيدين، ناس تغيروا وغيروا وناس لسه ثابتين، ناس ماتوا وناس لسه عايشين. هي مو غنية على فكرة، بس القافية هيك راكبة لحالة بما أنه لساتنا رومانسيين. بس الفرق بطلنا نحلم بالشي اللي طلعنا مشانه، يعني صرنا بليرة واقعيين بس بعد ما شفنا الكذب والنصب والحرمية والسرائين، وبعد ما كنا متحمسين صرنا محبطين. وطينا سقف أحلامنا من عدالة وحرية وكرامة لورقة لجوء ببرلين. بيشلي بتشلي بيشلو بنشلي كلنا سوا. هاد يا جماعة، قررت أعمل هاي الحلقة لأنه عن جد لاحظت أنه ما تغير شي، عن جد ما تغير شي. يعني والمشكلة لا بالثورة ولا بالثوريين ولا بالحكومات ولا ديكتاتوريات، بس بكل الكرة الأرضية. عن جد تعالوا لكم ليش هلأ الناس طلعت لتغير البلد، ما طلعت لتصير برا البلد. إليكم الناس كلهم برا البلد. هلأ هاد لحكي لا محللين ولا رماديين مشان ما حدا يبلش تقييم وشعارات جاهزة. نحنا طلعنا لنبطل مستعبدين، ما هيك؟ بس نحنا عن جد بطلنا مستعبدين؟ يعني قبل كان يستعبدك عنصر مخابرات، ضابط أمن، حاليا بالبلدان الأجنبية اللي مشردين فيها بتستعبدك ورقة، موظف أجنبي بيشلف ورقة رفض الإقامة بوشك وبحسسك أنك سرماية. هاد مو استعباد. بتسترجي تحكي شي بشحطوك وانت ببلد غريب غير الله ما بيعرف وين أراضيك. بيستعبدك راتب اللجوء اللي لازم يكفيك، بيستعبدك شوفير التاكسي، بيستعبدك صاحب السوبر ماركت، بيستعبدك صاحب البيت. بتسترجي تحكي شي، بتسترجي تقول شي، ما فيك، بتتسفر، برجعوك على حضن الوطن اللي انت أصلا هربان منه. الاستعباد ما خلص ولا رح يخلص. بس الله لما كانت ايدنا بحلقه للباط. امتى صار الحكي؟ من زمان. يعني انت ما بتوقعها هي. ليش حرية؟ مفكرين هلأ انه نحن اخذنا حريتنا، يعني انه طالما طفشنا من البلد وعم نقدر نعبر عن كل شيء بحرية؟ حكينا، شبعنا حكي، عبرنا شو صار، شو تغير، وقف القتل ولا في حدا فهم عليك اصلا؟ بالعكس شوهولك معنى الحرية وربطوها بالمجازر والدم. صارت بتخجل كلمة حرية، مو بس بتخجل، صارت تهمة. بعدين يعني إذا أنت ببلد وما عطوك شي ورقة شي إقامة، ما فيك تتحرك من البلد اللي أنت فيه، مشلول شلل وحاسس حالك بسجن كبير. عقدة الإقامة يا شباب، الحرية للمعتقلين بالبلدان اللي لسه ما عطتهم إقامات. حانن للحرية حانن، يا شعب بيدوم سآمن. حانن للحرية حانن. ولا أمن وأمان إنه نحن هربنا هيك لأنه خايفين من القتل والاعتقال وصوت القصف لحتى نعيش بأمان. إيه بس وين الأمان؟ وين الأمان إذا التفجيرات لحقتك على أي بلد بتروح عليه؟ يعني فكرك بتنفذ من الموت أو الموت مثلا محلي جدا؟ لا، داعش وصلت للعالمية. صغير والصوامع مدري شو مدري شو، هيك ما يحكي، عرفت شلون عرفت شلون. إذا ممكن تكون سهران بمحل بفوت حدا هيك بقوص عليك برشك هيك من الباب للطاقة، عامل شي معامل شي مو مهم، حقك رصاصة. إيه وين الإحساس بالأمان؟ وين؟ هي كذبة، هي شغلة هيك منحاول نكذب فيها على حالنا لحتى نبطل نخاف، بس فعليا لساتنا خايفين من كل شي ومصيرنا معلق بإيدين أي حدا إلا نحنا. عم يرجو في قلبي يا أمي ومني برداني، ليل نهار بحس بدمي نار وشعلاني. التشبيح، فكرك خلصنا من شبيحة الوطن إذا هربنا من الوطن؟ لا بالعكس، بيطلع لك نماذج أبشع وأمرض من التشبيح. لسه شبيحة الثورة خيين. لما بيرتبط شغلك ولا فرصة لازم تأخذها بتشبيح ثوري على الفيسبوك فأنت ما خلصت أبدا. إذا أنا ما شبحت للنظام ودفعت ثمن هذا الشيء، بدي شبح لحدا عامل حاله ثوري مشان مرق مصلحة؟ والله عيب. يعني ماني مضطرة أقدم إثبات كل يوم للثورة لحتى أنحسب عليها، ولا مضطرة مسح جوخ ببوست أو قلع عن روحه كل ثانية لتقوله ها ها هي معنا. بس صعب صعب، مخ جحش ما بيتغير. ولي ولي ولي، والله أنت بعيدة بدك تعمل فتني. الحيتان ومدراء الشركات والمؤسسات، فكركن خلصنا منهم؟
لك لا 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 ابدا، كنا بالممولين تبع النظام، صرنا بالممولين اللي عم يسترزقوا على حساب الثورة والمدنيين والمعتقلين والميتين. في عندك كل حوت عامل حاله ثوري، قبالي على الاخضر واليابس، وهو مواصل للسادس، واذا بتبعت له سي في ولا مشروع بكبه بالزباله وهو محاسس، واذا بدك تشتغل بضمير بيعتبروك من الحمير، واذا بتقول له شغل مخك بيقول لك هات لي من الاخير، بدي فيوز وجماهير، واذا ما بتمشي مع الموجه بتطلعني او حقير، ما بتعرف تهبش وتشحد، اي خليك فقير. قال يا مراد الاقتصاد الوطني، هل تقول لي كيف أصبحت غني؟ لم تهاجر، لم تتاجر، لم ترث عن أبيك الكري غير الرسني. ليش الفنانين؟ إنه على أساس قوائم بيضاء وسوداء، لك لا أبيض ولا أسود ولا رمادي، والله أغلبهم طلعوا حمير وحش مخطط على الميلان يا معلم. اهبش من هون ومن هون، صور فيلم بفرنسا ورجع صور ببيروت اللي صارت حضن الوطن الثاني، خد تمويل من الثورة بعدين رجع نقابة الفنانين، وإنه على أساس إنسانيين وبهمهم قضايا الحزانة والمساكين، لك وهن كذابين ومكشوفين وخابص القصص ببعضها. على أساس الثورة قالت تميز الصالح من الطالح وتصنف وتفرز هالبشر، رجعوا هيك هزوا الكرة الأرضية وخلطوا الناس ببعضها وضيعوها من أول وجديد، مو كسبانة من القصة غير اللي جادبها على البشر أو المتطرفين وراحت على كل الباقيين. شو؟ يا لطيف يا لطيف. ليش الأماكن؟ إنه فكرك تغيرت؟ إنه شوارع جديدة وبلد جديد ووجوه جديدة؟ اروح جرب تطلع باسبور جديد، بدك ترجع تاخذ موافقة حضن الوطن وتروح على القنصلية السورية وتتنعم بشوفة صورة العينتين صامت جنب البرادي البعسية وعم يبتسم لك ويتغمالك بعيونه الزرق، وجنبه مصمودة صورة الأب وهو هيك عم يزور. كابوس كابوس ما بيخلص. سنرد في المرة القادمة، سنرد في المرة القادمة، سنرد في المرة القادمة. ولا نفترض انك فعلا مرتاح بالبلد الجديد ولا متأقلم ولا حاسس بالأمان او اي شيء، وعندك اهلك ولا ناس بتحبهم لسه بقلب البلد ومهددين باي لحظة، اي وين بدك ترتاح ولا يجيك نوم؟ كل شيء يعني كل شيء كوم وهي لحالكم، هاد غير اذا انبسطت بليرة رح تحس بالذنب تجاههم ويزيدوا امراضك يوم عن يوم، مي وكهرباء وانترنت لتاكل همهم بنقطعوا عندك كمان اذا ما قدرت تدفع الفواتير او صار شيء عطل ولا تفجير، نفس الشيء والله نفس الشيء، خليكم بالبلد احسن. ليش الشلي؟ مو الشلي البناء طبعا، الهدام يعني النمو طقطقة البراغي، فكركن كانت بس من القرايبين والمجتمع المسكر، وين ما رحت حتلاقي نفس العقارب لحقينك على الدعسة بس ليراقبوك ويقيموك ويخونوك، كل ما بتعمل شغلة منيحة بهدوها برفسة مثل الحمير وبكسروا بكل شيء بس لحتى يعلوا هيك عن رجل الكرسي. شو بدكن كمان؟ شو بدكن؟ عم حاول لاقي شيء هيك حقيقي يعني تغير وما بعبصوا فيه، بس للأسف للأسف يحرق يخرب يلعن. لك مو بس في كتير شغلات ما خلصنا منها، لك في أشخاص كمان، شو بدي عدلكن لعدلكن؟ جود عقاد مثلا، شو هالظاهرة اللي ما كانت تخلص؟ رياض نعسان آغا خلص روح اترك لغيرك محل، بيت طلاس تلفزيون السوري صح يسكروا القناة الأولى بس الثانية شغالة، وسما وسوريا دراما، غادة بشور، دارين حسن وغيرهم وغيرهم. يحل مجلس الشعب وندعو الناس لانتخابات برلمانية حرة 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 حرة. مع الهواء حلوة. والله أنا لا أملك معلومات دقيقة دقيقة دقيقة. مساء الخير جميعا، مساء الخير لكل البشرية، نحن بانتظاركم لتكونوا معنا. برافو يا غاد معكم دارين حسن جود العقار. سامعتيني 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 جود حابب أقول شيء، بس أنا شخصيا ماني حجر، وهي أنا مثل ما بطلع بالشارع بعتقد إنه أنا بطلع بالشارع هيك، بعرف إنه حطيت حالي مأزق رح أطلع من النتائج كثير سيئة، يعني مثل البطيخة ما رح تعرف أنت تعرفها إذا حمراء ولا كانت بيضاء إلا لحتى تكسرها لعيونك. لأنه أنا غلطت يعني أنا يجوز يعني يعني لأنه هذا البرنامج مش جديد علي، ما بعرف أشتغل عليه أشتغل عليه.
أيها الأحبة، إلى هنا ونأتي إلى نهاية إرسالنا لهذه الليلة. يطيب لي ولأسرة البرنامج العام أن نقول لكم ليلة سعيدة، أحلام وردية، تصبحون على خير. التلفزيون العربي السوري. لا من هون ولا من هون، الحمد لله طلعنا منفضين. القصة لا مكسب مادي ولا شهرة ولا شيء. القصة أنه عن جد بعد ما ماتوا كل هالبشر وخسروا كل شيء وصفيوا بالمخيمات وبالمعتقلات، ترجع تلاقي نفس العقلية البشعة والخرائية ثابتة بمكانها، نفس البعث باقي ويتجدد، وداعش طاحشة وتتمدد، والنظام عم يفرض سيطرته ويتفرفد، والثورة وين يا شباب؟ ما رح أقول عم تتبدد، على أمل يخلص هالجيل المعد كله، بركي اللي بعده بيكون أحلى وأجدد. السلام عليكم. بيشلي بتشلي بيشلو بنشلي كل مكان. شنيا نشلي شنيا. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2017.